انتو الديمقراطية قال يبعث لكم حمى، يبعث لكم الفالج. الديمقراطية شعب معود على الكب ني والملوخية، قال ديمقراطية غلبت جوعكم جاء. شو عم تساوي انتو؟ لا انا ما دخلني، ما حدا باسني. كانوا كل يوم بيجتمعوا عندي هون بالقهوة، الله يحفظهم ويخلي لي اياهم. شو اللي خلاهم فجأة ينزلوا على الشارع؟ يعطيك العافية أبو وردة. أهلا وسهلا بالشباب. نزل شاي لكل الشباب على حسابي. على راسي وعلى عيني. عود أبو صخر، تفضلوا شباب. يا شباب اسمعوني منيح، لازم نوحد كلمتنا ونتكاتف ونحط ايدنا بايد بعض. يعني بلا مؤاخذه، كنت مفتكر انا انه النسوان شغله سهله، اتاريهم منن سهلين ابدا. انا بدي افهمكم اياها، المره بالانتخابات بتضيعها مثلها مثل الرجال، ولسوء حظنا انه النسوان بتضيعها عددهم اكبر. يعني اذا ما تكاتفنا ووحدنا كلمتنا وحطينا ايدنا بايد بعض، إذا وصلت النسوان على المخترة حينفذوا كل الشعارات اللي عم بينادوا فيها. عم تحكي صح يا أبو داغر. إيه خيي، وشو برأيك بنساوي؟ يعني أنا عندي اقتراح، بس بلا مؤاخذة خايف تفهموني غلط. قول يلي عم بتفكر فيه، بعدين بنقرر نفهمك صح ولا غلط. يعني أنا بقول إنه رأيي يعني إنه تنسحبوا لصالحي، وإذا نجحت أنا بالانتخابات مستعد نفذ لكم كل اللي كنتوا بتطمحوا فيه من المخترة، فشو رأيكم؟ أنا شايف إنه حضرتك أبو دنيا تنسحبوا لمصلحتي أنا، وأنا شايف إنه حضرتك تنسحب أنت أبو صخر لصالحي، وأنا شايف مني موافق، وأنا كمان مثله. ها؟ فإذا منخلي الانتخابات تاخذ مجراها الطبيعي، واللي أقوى هو اللي بينجح. وين رايحين؟ الشاي؟ اشربهم أنت يا أبو وردة. أنا بدي أشربهم. ومتى تدفع لي حقه؟ خذ من الزقزوق. ليش قديش حقه؟ انا دبدك منه. واصل واصل. هات كفايه لك. هي كفايه؟ عم يمزح معك. بده الكفايه؟ يا عين من الزبونات يا عين.